المساعدات الجزائرية لم تصل للشعب السوري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري إنسكوب. في البداية يعني أولا شكرا جدا على تعليقاتكم الجميلة على الفيديوهات. على فكرة أنا بشوف كل التعليقات كلها، وتعليقاتكم بتشجعني جدا ويعني بتبسطني جدا، وربنا يبارك فيكم ويسعدكم يا رب. شفت أكتر من حد بيتكلم عن معتز مطر وبيقول إنه بيتطاول على الجزائر، ودخلت على فيديو لمعتز لقيته بيتكلم عن مساعدات الجزائر لسوريا وبيهاجم الجزائر. يعني امبارح اتكلمنا وخلصنا من اتهام فيصل القاسم للجزائر انها بترسل اسلحة لسوريا. دخلنا دلوقتي في اتهام من معتز مطر للجزائر انها ارسلت مساعدات لبشار الاسد، وان مساعدات الجزائر مش هتوصل للمحتاجين ومش هتوصل للمتضررين من الزلازل. لازم اوضح واطلع للناس وابين لهم الحقيقة. تاني حاجة بيقول معتز ان مساعدات الجزائر لسوريا بتتباع على الرصيف. مساعدات اللي بعتتها الجزائر بيبيعها المجرم وعصابته على الارصفة. وتالت حاجة بيقول معتز مطر ان مساعدات السعودية الى سوريا راحت للمستحقين بدون التعامل مع بشار. هنرد على كل حاجة بالمنطق والدليل ان شاء الله. اول حاجة معتز جايب صورة للمساعدات الجزائرية وهي بتتباع على الرصيف، وأنا يعني بحب أدقق في التفاصيل جدا. بصوا كده على الصورة اللي جايبها معتز، مكتوب عليها إيه؟ مكتوب عليها هذه المساعدات التي أرسلتها الإمارات والأمم المتحدة لبشار، الشبيحة مبسوطين فيها عم يبيعوها بالشوارع ولم تصل للمتضررين من الزلازل. يعني يا معتز رافع سيفك على الجزائر وشغال تهاجم في الجزائر وحاطط صورة على ان مساعدات الجزائر تباع على الأرصفة، والصورة اللي انت حاططها يا معتز مكتوب عليها مساعدات من الإمارات والأمم المتحدة. يعني الصورة اللي انت حاططها بتكدبك شخصيا. الحاجة التانية، معنى الصورة اللي انت حاططها ان الامارات ارسلت مساعدات لبشار. طيب ليه يا معتز ما اتكلمتش عن الامارات؟ ومعنى الصورة برضو ان الامم المتحدة ارسلت مساعدات لبشار. طب ليه يا معتز ما اتكلمتش عن الامم المتحدة؟ ليه ما اتكلمتش ان الامم المتحدة بتساعد بشار؟ دي اول نقطة. طيب الحاجة التانية، معتز جايب فيديو لشاب سوري من سوريا بيقول التبرعات لشعب سوريا مفيش حاجة وصلت منها، تبرعاتكم ما بتوصلش حتى الآن. اسمع أهلنا في سوريا بيقولوا إيه. تبرعات لحد الآن ما في شيء وصل منها، شو تبرعات للشعب السوري، والشعب السوري ما عم يوصلوا شيء. وفي نفس الحلقة معتز بيقول ان قافلات المساعدات السعودية راحت للمستحقين. السعودية نجحت انها توصل مساعدات للشعب السوري مش عن طريق بشار بالتأكيد. يعني انت جايب فيديو لشاب سوري بيقول ان مفيش تبرعات وصلت حتى الان للشعب السوري، وفي نفس الحلقة يا معتز انت بتقول ان المساعدات السعودية راحت للمستحقين لان السعودية لم تتعامل مع نظام بشار. طيب انا دلوقتي اصدق مين؟ هل المساعدات وصلت للشعب السوري ولا ما وصلتش؟ طيب الحاجة التانية، انت بتقول ان الاراضي التي تقع تحت سيطرة نظام بشار مش متضررة تضرر حقيقي من الزلزال. لو في الاراضي اللي تحت ايد بشار تضرر حقيقي لا شيء يعني، وانت متضايق وزعلان ان دولة الجزائر بعتت مساعدات لبشار. طيب ايه رأيك ان السعودية بعتت كمان مساعدات للمناطق المتضررة تحت نظام بشار،
وكمان هبطت لأول مرة طيارة سعودية محملة بالمساعدات في مطار حلب. نشوف كده الخبر ده بيقول ايه، يمكن انا اطلع كذاب. الخبر ده على موقع CNN الناطق باللغة العربية، بيقول منذ اندلاع الحرب في سوريا أول طائرة مساعدات سعودية تحط في مطار حلب، وهذا ما قاله رئيس فرقة الإغاثة. رئيس فرقة الإغاثة السعودية قال مساهمتنا تأتي من منطلق ديني وأخوي وعربي، وسنقدم الكثير في المستقبل. أهو يا معتز، في مساعدات بالدليل وصلت من السعودية لسوريا عن طريق النظام الأسد. وموقع فرنسا 24 بيقول إيه؟ بيقول وتعهدت المملكة العربية السعودية التي دعمت المعارضة السورية إثر الزلازل بتقديم مساعدات إلى المناطق المتضررة بما فيها مناطق واقعة تحت سيطرة القوات الحكومية. خلاصة الكلام إن الجزائر يا معتز هي والسعودية والإمارات وغيرهم من البلاد هدفهم الأول والأخير هو مساعدة المتضررين من الزلازل، سواء كانوا تحت سيطرة بشار، تحت سيطرة المعارضة، تحت سيطرة الجن الأزرق. المهم المساعدات توصل للمتضررين. طيب معتز ليه كان بيهاجم الجزائر وكان متضايق قوي؟ انا هقول لك السبب. قال ايه؟ ازاي تبون قدر يكسر القانون بتاع منع مساعدة نظام بشار؟ يا اخي ده هو ده السبب اللي مزعلهم من الجزائر، ان الجزائر سباقة في الخير، ان الجزائر لم تبالي من قانون قيصر وساعدت سوريا بدون تفكير، ان الجزائر دولة كبيرة وذات سيادة. طيب يا معتز، ما سمعناش صوتك لما خرج وزير خارجية تركيا وشكر اسرائيل وقال ان اسرائيل من اوائل الدول التي ساعدت تركيا، تركيا بتاعت اردوغان في زلزال قهرمان مرعش، ودليل كلامه قدامكم. أما وزير خارجية تركيا مولود شاوشوغلو فقد قال بأن إسرائيل بادرت إلى تقديم الدعم لتركيا فور وقوع الزلزال. وكمان وزير خارجية إسرائيل رد عليه وقال إن إسرائيل متضامنة مع تركيا. We stand in solidarity with the Turkish people. بس طبعا يا معتز بالنسبة لك إن إسرائيل عادي جدا إنها تبقى من أوائل الدول اللي تساعد تركيا، وعادي جدا ان وزير خارجية تركيا يشكر في اسرائيل، وعادي جدا ان اسرائيل تتضامن مع تركيا، لكن مش عادي خالص ان الجزائر الدولة العربية المسلمة تتضامن مع الشعب السوري وتكون من اوائل الدول اللي بتبعت مساعدات لسوريا. يعني بدليل تعليقاتك انك انت يعني مستغرب من كلام الناس اللي بتقول ان الجزائر من اوائل الدول اللي بعتت مساعدات لسوريا، ايه يضايقك في كده يعني؟ او انت كمواطن مثلا ايه يحرق دمك في كده يعني؟ الحاجة التانية كده يا معتز، في حاجة كده كنت عايز اقولها لك. يعني في شاب سوري سمى بنته او مولدته باسم جزائر، يا ترى الشاب السوري ده سماها كده ليه يا معتز؟ طيب في حلقة امبارح كنت حابب اقول حاجة واضيف حاجة بخصوص زعم فيصل ان الجزائر بتبعت اسلحة لسوريا، طبعا كلام ملهوش اساس من الصحة. كنت حابب اقول حاجة، يعني هو مش اسلحة الجزائر خردة؟ يعني اسلحة الجزائر بتجيبها من روسيا دي مش خردة؟ طب انتوا زعلانين ليه ان الجزائر تبعت الخردة دي لسوريا ولا تبعتها للموزمبيق حتى؟ انتوا ايه اللي مزعلكم في كده؟ وانت زعلان ليه يا فيصل؟ حفظ الله الجزائر وتحيا الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.